انت ونوشي كمان هيك صار معكم. انت شو قصدك زبيدة خانم؟ قصدي انه انتو اتنين اخدتوا قراركم لحالكم، عالقليلة بس خلونا ناخد رأي عليا. يعني لك انتي شو عم تحكي؟ بنتي عليا ما بتساوي الا اللي بدي اياه انا واخواتها، ولا لتكوني مفكرة حالك صار معك مصاري. يعني انتي هلأ عم تعلميلي عليا على الغلط وشكلك عم تعبيلها برأسها. لا مرت عمي، انا ما كان قصدي هيك ابدا، انا بس مرت اخي زبيدة. بدك عليا تتزوج شي حدا من عيلة فقيرة مو هيك؟ مشان إحسان ما يتكلف كتير تقول مانو أخوها. يعني لك ابني إحسان أخو عليا قبل ما يكون زوجك، عيب عليكي تحكي هذا الحكي يا خانم. لا أمي، يلي عم تحكي زبيدة مو من عندها. أنا قلت لها إنه ما بدي أتزوج ابن حماها لنبيلة.